مرحبا بكم في قناتي. كيدير لاباس عليكم؟ اليوم غادي نحتاجو الطريقه ديال الرفيسه، ولكن هذه الرفيسه غادي نديرها ماشي بالرغيفه، غادي نديرها بواحد الطريقه اخرى يمكن جديده على قناتي. اليوم غادي ندير لكم رفيسه ديال الشلوح اللي كيديروها شلوح ديال مراكش، الطريقه ديال حماس ديالي. دابا غندير لكم الطريقه كيفاش تشوفوها، طريقه سهله وبسيطه جدا، يمكن لكم ديروها يعني للضيوف وايضا الضويا تكون بغيتو تقتصدوا، مثلا بغيتو ديروا شي غداء خفيف ويكون تقليدي ديروها هذه. بقاو معايا تشوفوا المقادير. غنحتاجوا الدجاج كما كتشوفوا غسلته ونقيته وحيدت ليه الجلده وكل شيء وخليته هنايا، غسلته وسقطرته بالملح والحامض. ومن بعد غادي نحتاجوا البصله، راس الحانوت، الابزار، خرقوم بلدي، السكين، جبير، الملحه، القزبر، المعدنوس، الثومه، والضامه ديال الزعفران، واش كيقولوا ليه الثومه ايضا اللي غادي نحتاجو في هذه الرفيسه. نحتاجو على بركه الله غادي نديرو الزيت، لان ما نبقاش كل مره نزيدو الزيت يعني باش كتجي المرقه ملبيه وزوينه. غادي نحتاجو هذه العطريه كامله كما قلت لكم، راس الحانوت، الملحه، البزار، الخرقوم بلدي، سكينجبير، قزبور، دابا هو المعدنوس، طريس الثومه، والطامه ديال الزعفران. غادي نحركوا هذا الخليط، نخلطوا كامل حتى تدخل لي هذه المقادير، نخليوه حتى نص ساعه بحال هكذا مشرمل في الشيفانيو. الطريقه فاش كديرها الحماس ديالي اقتصاديه جدا، والدجاج القياس اللي بغيتو، ما كانش عندكم يعني الزايد نتوما مثلا تحسبوش اشخاص شحال كاين. يعني انا بعد المرات ندير غير جوج طريفات الا كنت انا والزوج ديالي، الله يجعل البركه. ودابا غادي نديوها تقلى. دابا غادي ندوزو للعجينه اللي غنحتاجو للفورص، غنحتاجو سبيسيال فينو، غنحتاجو الخميره والملحه، غنضيفوهم، غادي نخلطو هاد العجين فورص وسبيسيال، غادي نديرو الماء، غادي نعجنو هاد العجينه كامله. من بعد ما تقلى ليا الدجاج كما كتشوفوا هذا راه غير راس الحانوت، المرق ديال راس الحانوت، غادي نضيف البصل، غادي نخليهم يتقلاو مزيان، ومن بعد غادي نمرقهم. باش البصله درت هنا جوج بصلات كبار، غندير تقريبا لترو ديال الماء باش مابقاش كل مره نزيد صافي. وغادي نسد عليه. دابا البصله ديالنا تقريبا تشحرات، غادي نضيف الماء. ها هي العجينه كما كتشوفوا، غادي نغطيها بهاد السريبيطه ونخليها لان فيها الخميره. وها هي الحلبه والثومه، غادي نخليهم نطلقهم وحدهم، بغيتو ترميهم مع المرق ماشي مشكل، المهم انا باش الطريقه اللي غنقول لكم يعني اللي كانت كدير الحماس ديالي. وهاد الحلبه ملي غتسلق ما نخليهاش كتزين بحال اللي كنديرو في البيضه، غادي نديروها طيف مره مع نزيدوها مع المرق ملي غتسلق، وهاد البيضات غادي تزين. ها هي العجينه من بعد ما كوكتها، راه طبيعه الحال راه تشوفوها في البطبوط، هو هذا البطبوط صافي. غادي نكرسها، نكرسها ديروها هنايا، وغادي نخليهم يخمروا على هاد الطريقه هذه. صافي غنغطيو عليهم حتى يخمروا ونطيبوهم في المقلة. ها هو الخبز خمر كما كتشوفوا، دابا غادي نديه يطيب في الفران. نجيو غادي نسقي، قطعتو رقيوق هاد الخبز كما كتشوفوا، قطعتو صغيور بحال هكدا تيجي زوين. وغادي نبدا نسقي المعلقة ديالي،
هذا كيبغي شويه الماء هذا المرق على الرغيفه. غادي ندير شويه بحال هكذا وغادي نديرو البيضات. وهذه هي الرفيسه ديالنا كما كتشوفوا، الرفيسه ديال الشلوح كما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم وتشاركوا في القناه. السلام عليكم.